طرق التحيه للعقارات هي طرق مختلفه وعديده. التحيه نجم يكون متعلق بعقارات الراجعه بالملكيه للاجانب، خاصه وانه الاجانب هذوما عقاراتهم يملكوهم من فتره زمن بعيد ياسر، ويصير تعامل العقارات نتاعهم هذوما في غيابهم. واداره الملكيه العقاريه تلقات العديد من العقود اللي فيها شبهه تاع التدليس نتاع العقارات هذه، يعني تفطنت اللي بعضها، وتم تلقات بعض الشكاوي على العقارات هذه اللي في العقود المدلسه ووقفت التعامل عليها. وكذلك تلقات العديد من القضايا ومن الابحاث اللي تتعلق على بعض العقود هذه المدلسه، والاداره تفطنت الى العديد منها، لكن في بعض الحالات الاخرى ما تنجمش تفطن لها العقود هذه، خاطر ماك تعرف عمليات التحيل العمليات معقده جدا، وتكون السكوك هذه شكلا معناها مستجيبه لجميع الشروط القانونيه. ابار خلافا او بالاضافه الى التحيل على العقارات الراجعه للاجانب، ثم نوع العديد من التحيل الاخر كالبيع العقار مرتين وثلاث مرات. التحيل كذلك نجم يشمل يكون على مستوى آخر، على مستوى صبغة العقارات، أنه يبيع عقار وما يوضحش المشتري بتاعه بلي العقار هذا عنده صبغة فلاحية وما عندوش صبغة تمكنه من القيام بمشروع على العقار هذا. وتعرف هذه معناها يلزم المشتري ديما يرد باله وقت يقتني العقارات هذه ويثبت من الصبغة القانونية للعقار هذا. فيما يخص النقطة متعلقة بدور هذا العقار، هو في الدورة الاقتصادية دور محوري، العقار عنده دور محوري في الدورة الاقتصادية، على أساس أنه أغلب الائتمانات اللي تطلبها المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، الائتمانات تصير هذه على العقار. البنوك والمؤسسات المالية تطلب ضمانات، تطلب ضمانات وقروض توثقها برهون على العقار هذه، اللي هي نوع من السلامة بالنسبة لها ونوع من الحصانة وقت اللي عندها عقار مسجل وتوثق عليه رهن معين. كذلك في الدورة الاقتصادية العقار هو موضوع ومحور المشاريع الاقتصادية الهامة في تونس، سواء كانت مشاريع تتعلق بعقارات ذات صبغة فلاحية أو عقارات ذات صبغة صناعية أو سياحية أو سكنية. المحور متاع المشاريع هذه هي الأرض والعقار. ثلاثة، العقار هو محور السياسة الاقتصادية للدولة. السياسة الاقتصادية للدولة إذا كان سياسة تتوجه بالأساس إلى التنمية الفلاحية وتنمية المشاريع الفلاحية أو الصناعية، في العقار بالطبع باش يكون هو الجانب الرئيسي لهذه المشاريع. وتعرفوني العديد من القوانين الحمائية للأراضي الفلاحية والقوانين اللي تمكن وتعطي صياغ التملك واستغلال هذه العقارات والمحافظة على صبغتها إلى غير ذلك. اللي في الحقيقة العقار هو نعتبره أنا شخصيا هو محور الجانب الاقتصادي والمشاريع التنموية للدولة.